واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. صباح الخير. هنتكلم النهاردة على الأوبريشن طبعا بتاع المحطة، بس دي الكومباين سايكل. يعني المحاضرة السابقة كانت على الأوبريشن بتاعة السين باور بلانت، دي هنتكلم على الأوبريشن بتاعة الكومباين سايكل. الحقيقة في معظم الأحوال الالكتريك باور اللي طالعه بتبقى كنترولد من الجاس تيربنز. يعني كنترولد من الجاس تيربنز، يعني الكنترول سيستم مينلي على الجاس تيربنز، والستيم تيربن بتبقى فولوينج يعني البخار اللي بتاخده من الهيت ريكفري ستيم جنريتورز. يعني التحكم بيبقى أساساً في الجاس تيربن، الجاس تيربن موجودة في السايت. طبعاً ده في النورمال أوبريشن، ده في النورمال أوبريشن. فبالنسبة لنا يعني الجاس تيربن نفسها طبعاً الباور بتاعتها بتبقى بنغير طبعاً كميات الهواء عن طريق الفاريبل إنت جايد فينز. وبعدين في تحكم تاني مهم بالنسبة لنا اللي هي الجاس تيربن إن التمبرتشر، على اعتبار عايزين نحافظ على درجة حرارة ما تزيدش عن حد معين عشان يعني أمان بتاع تشغيل الجاس تيربن. يعني طبعا التمبرتشر دي بتيجي منين أو بتتغير إزاي؟ عن طريق الفيول، كمية الفيول اللي بتحرق و كمية الهواء اللي بتبقى ماشية برضه عن طريق الفاريبل انلت جايد فينز. جنرال يعني الجاس تيربن بيبقى عندنا حاجات أساسية فيها اللي هي بالنسبة للكومباين سايكل زي ما قلنا لحضراتكم، هي بتكون وحنا نشوف اكزامبلز على كده، بتكون هي الأساس في الكنترول بتاع الأحمال at steady state operation. بالنسبة لنا هي دي اللي احنا هنلاقي الإشارة هتيجي للجاس تيربنز عشان هي تبتدي تزود كمية الفيول، تبتدي تزود كمية الهواء، يبقى هو ده الأساس طبعا. وبعد كده الهيت ريكفري ستيم جنريشن اللي بيطلع بقى منه من بخار بيكون الفتحات بتاعة البلوف مفتوحة على الآخر بتاعة الستيم تيربن بحيث بتديني الباور اللي أنا أقدر أخده. فالتحكم بيكون أكتر في الإيه؟ في الجاس تيربن. ده ما يعنيش ان انا ما عنديش برضك تحكم في الستيم تيربن، لكن ده بيكون ديورينج مثلا ستارت اب بالنسبه لنا، ممكن بيكون شورينج شت داون سريع وحاجات زي كده يعني. لكن التحكم من جنرال في الستيدي ستيت اوبريشن بيكون في الغالب او في معظم السيستمز بيكون عن طريق الجاس تيربنز. طبعا الجاس تيربنز احنا خدنا الفاريبل انلت جايد فينز وعارفينه. فالحاجات الحديثة بيكون عندنا يعني أكتر من رو، أكتر نوصل لتلاتة روز من الـ Variable Inlet Guide Vanes. وبالتالي يعني هنا الفكرة بتاعت إن أنا بقلل الفلولي، أنا هنا برضك عايز أحافظ في Combined Cycle. من الحاجات المهمة قوي إن أحافظ على درجة الحرارة بتاعت الـ Exhaust Gases عشان توليد البخار ببريشر معين وتمبريتشر معينه للسيم تيرب. فهنا يعني لما يكون عندي هنا يعني التحكم في كميات الهواء، يبقى ممكن هنا اخلي درجه حراره الجاز اللي طالعه من الاكزوست تكون تقريبا ثابته لحد ما يكون اللود بتاع الجاز تيربن انخفض لحد 40%. ودي هي الفكره الاساسيه ان احنا عايزين يعني مش خلاف بقى لما يبقى سيمبل سايكل وخلاص الجاس تيربن بيطلع لا الاكزوست ده رايح يولد بخار والبخار ده هيشغل تربينه. فاذا انا يهمني مواصفات معينه او تحديدا درجه حراره الجاس تيربن اكزوست. فلما اللود بيقل احنا بنعرف نتحكم بقى في الايه؟ في الهواء
تحكم كويس، بحيث ان مع تقليل اللود برضه الجاز تيربن تمبرشر طبعا منه تكون قليل لحد 40. طبعا اقل من كده يعني لازم بقى ايه، يعني ما نقدرش نقلل بقى، لازم درجه الحراره تقل، يعني اقل من اللود ده ما نقدرش نحافظ على درجه حراره الاكزوست اللي طالعه يعني فيها، وبالتالي هيبقى يعني ايه يعني ايه ما نقدرش نخفض اكتر من كده. الحقيقه بعد الجاز تربن لما بتغير الاحمال هنلاقي طبعا السيم تربن هت ايه هت ادجست اوتوماتيك، تغير على طول within a few minutes يعني. وده بيعتمد على الريسبونس تايم من الهيت ريكفري، يعني مجرد عشان كده احنا قلنا في الحالات دي بتبقى كانها الكنترول سيستم اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو موجود في معظم الاحيان اللي هو الكنترول اساسا على الجاز تربن، وبالتالي الستيم تربن هتشتغل بالكميه اللي طالعه لها من الايه؟ من الهيت ريكفري ستيم. خفضنا شويه تاني هتنخفض غصب عننا، ان احنا هنا في الحاله دي يعني هنشوف وهنقول ان احنا بنكون فاتحين البروف على الايه على الاخر. فبالتالي طبعا اول ما الجاز تيربن تقلل يبقى الاكزوست جاز تقلل، يبقى ستيم جنريشن ايه قلت، يبقى هنلاقي ان الباور بتاعتنا الريسبونس هيكون سريع، بس طبعا بعد الايه بعد الجاز تيربن. طبعا يعني زي ما قلنا لحضراتكم هنا ممكن يبقى عندنا اندبندنت اللود او الفريكوينسي كنترول للستيم تربن، يعني عشان نقدر بقى في الايه في زيادات في البدايه في التشغيل، يعني لو انا عايز اقفل مره واحده فيبقى عندي كنترول بردك للايه للستيم تربن، وبالتالي يبقى هنا بقى الستيم تربن الفالف ساعتها هيشتغل على ايه continuous throttle operation، يعني هنبقى عندنا الكنترول كمان بيشتغل، هيبقى فيها هيدروليك سيستم الكترو هيدروليك سيستم تشتغل مع الايه مع البلوك بتاعه الستيم تيربن كذلك. فالسيستم طبعا يعني الشركات اللي بتشتغل كل واحد له الفلسفه بتاعته وكل واحد له التكنولوجي بتاعته، يعني في جميع الاحوال الجاز تيربن هي الدوميننت، هي المهمه، هي اللي هتديني الباور الاساسي، وبالتالي الكنترول بيروح ايه بتروح عليها، سواء بقى عندي السيم تيربن تابعه وبتطلع لي كميه الباور اللي هي بتكون جايه من السيم زي ما انا عايز، او انا كمان بتحكم فيها، ده بقى موضوع ايه تفصيلي بيختلف من واحده، او على حسب كمان الحاله، اذا كان انا في الستارت اب عايز اقفل مره واحده الباور يبقى عندي لابد يبقى السيستم كمان بتاع البلوف الكنترول بتاع السيم تيربن كمان تكون فيها ايه يعني الكترو هيدروليك سيستم عشان نقدر نعمل ثروتلينج للايه للبلو. ده يعني رسمه للكلوز للكنترول بتاع اللود او الفريكونسي اللي جاي عن طريق كومباين سايكل عن طريق الجاز تيربنز، يعني زي ما قلنا هنا without separate steam turbine control، لان كان steam turbine هنا ايه كنترول تابعه للايه زي ما قلت لحضراتكم لما ما ما يعني الجنريشن بتاع الستيم اللي جاي من الهيت ريكفري ستيم جنريشن. ده بيطلع اهو ستيم اهو، وهنا بيطلع ستيم، الاثنين اهو في الهيدر هم دول بيخشوا على الايه على الايه على التربينه، بس يبدو هنا التربينة ايه مرسومة غلط، يعني يبدو هنا التربينة كده ايه مرسومة غلط او العكس، يعني لا يعني هي ممكن تكون مرسومة صح، بس يعني هو ده الهيدر بقى اللي هو بيطلع الايه صحيح، يعني ده هو الاكزوست ده الاول ده السخن يبقى صحيح، يبقى ده الاكزوست السخن هو دايما هنا السوبر هيتر دايما احنا قلنا عن طريق ايه اللي هو اعلى حاجة عن طريق الجاسز اللي جاية، يبقى هو ده الهيدر ده اللي هو بيطلع فيه الاكزوست او يعني الستيم جنريتد من الهيت ريكفري ستيم جنريتور هنا، وكذلك الايه اللي طالع من هنا الاثنين اهو، ادي واحد وادي ايه وادي الثاني اهو بيتقابلوا، ده اللي طالع فده اللي بيخش اهو، يبقى ده المدخل الدخول وده ايه الخروج، ده رايح بقى للكوندنسيت بيخش على الايه على الايه الكونفايترز مظبوط مظبوط مظبوط.
فبس هو ده الهيدر، ده الهيدر اللي هو ايه، ده الهيدر اللي هو الستيم هيدر اللي رايح للستيم تربن، وده الهيدر المطلع الكوندنس. المهم ما هي دي مش القضيه هي دي، لكن القضيه هنا بالنسبه لنا ان احنا عندنا هنا اللود، بالنسبه لنا السلكشن بتاع اللود هنا او اللود سيت اب بيجي بيروح على الوحده بتاعه الكنترولر دي، الوحده الكنترولر، الوحده بتاعه الكنترولر هنا بتديني بقى اشارات للجاست تيربنز بتاعتي، يعني بتدي هنا اشارات للجاست تيربنز دي واحده اتنين، دي هنا هو ده الجاست تيربن كنترول بتاعت واحده، وهنا كمان ده الجاست تيربن ايه كنترول للايه للتاني. الكنترولرز دي بقى هي هتدي اشارات، هتدي اشارات لايه؟ لكميه الفيول وفتحات الفاريبل انلت جايد فينز. ادي الاشاره اهي للفاريبل انلت جايد فينز، وادي الاشاره الثانيه هنا للايه؟ للفيول هنا عشان الكومبشن تشامبر اللي موجود هنا. نفس الكلام طبعا ريبيتد هنا مش هنكرره هنا. فده الاساس. طبعا احنا بقى بناخد هنا ايه؟ بناخد كمان سيجنال بالتمبرتشر اللي طالعه بتاعه الاكزوست هنا. ليه بقى هنا؟ بتروح للكنترولر، لان احنا عارفين بقى هنا هنلاقي في الاوبريشن التمبرتشر دي مهمه في الاوبريشن بتاع الايه؟ ليت ريكفري ستيم جنريتور. طبعا كاي جزء يهمنا نشوف درجه الحراره دي بالنسبه لنا تكون كام، وكذلك اللي داخل، اللي داخل احنا قاعدين بنتكلم عليه لان الاوبريشن هنا سنسيف لده. لكن هنجد ان في اغلب الاحوال ان هم يعني ما بيقيسوش التمبرشر اللي داخله، بيقيسوا التمبرشر اللي خارجه، وعن طريق الكمبريشن ريشيو بيحسبوها دي بالنسبه لهم قد ايه، ويشوفوا ده الاود ولا مش الاود بالنسبه للجاس تيربن النوع بتاعه. طبعا هذا يعني الكنترول كون هو في الجاس تيربنز هنا بس، هذا لا يعني ان الستيم تيربنز هنا ما مطلعها ايه؟ جنريتور مطلعها هنا ايه؟ ستيم، والستيم هنا برضك يعني ايه؟ يعني جفرنر وكنترول سيستم وكل حاجه، وطبعا هنا في الاخر بيدوا كلهم الاشارات في الاخر للايه؟ او كميات اللود اللي عنده هنا سميشن للايه؟ للود، يشوف هنا بقى ايه؟ للكنترول الاساسي هنا بالنسبه لنا اوفرول كنترول، هل ده كافي ولا نزود تاني ولا نزود اشارات تزود تاني اكتر، بس بيزود منين بقى؟ بيزود عن طريق الجاست تيربنز، اشارات للجاست تيربنز، مفيش اشارات الى الايه؟ الى السيم تيربن تفتح او تقفل، لا خلاص هنا في الحاله دي او في الجزء ده هنا مفيش اي كنترول للستيم تيربن خالص. يعني هنا بالنسبه لنا البلوف هنا مفتوحه على الاخر، وعن لقين شغالين هنا على فاريبل ايه بريشر ادميشن بالنسبه لنا، فهي شغاله هنا البلف ايه مفتوح على الاخر، ما فيش كنترول على الايه الدخول بالنسبه لنا. كل التحكم في الايه الجاز تيربنز بالنسبه لنا. يعني ما هو موجود احنا قلناه ان احنا هنا عندنا ده الايه السيت السيت بوينت بالنسبه لنا بيحدد لنا احنا عايزين اللود قد ايه، وبعدين بنوديه للايه؟ للكنترولر للاوفرول كنترولر، وبعدين بقى الكنترولر بيقسم اللود بقى على الايه؟ على الجاستر. خلي بالك بقى كمان اصل هو مش فكره ان هو يبقى ايكوال، بيقسم بكام؟ وممكن ما يبقاش ايكوال، لكن اللود عندنا قد ايه؟ طب افرض انا عندي 50%، هبص لقينا واحدة مقفولة خالص واحدة شغالة، أو 40% بس من اللود. فالفكرة ما همش مش بالضرورة إن كل الجاز تيرمز تبقى شغالة مع بعض، فهنا برضك الكنترولر ده بيقسم الأحمال، بيقسم الأحمال. هو طبعا من المنطقي ومن الطبيعي إن هو لو أحمال كبيرة إنها تقسم يعني، لكن ده ما فيش ما يمنع إن لو قلت عن حد معين إن هو يبتدي يفكر إن هو واحدة من الإيه؟ من التربينات يعني ايه من الجاز تيربنز تكون مقطع. بعد كده بياخد بقى اللجوه اللود والفريكونسي. ليه دايما هنلاقي اللود وفريكونسي؟ ما احنا اتفقنا قبل كده لما جينا نشتغل في الكنترول واخدنا محاضره مخصوصه ان انا عندنا
اوقات بيبقى عندي حاجه اسمها ايه فريكونسي كنترول او سبيد كنترول، وبعدين بيبقى عندي لود كنترول. في الستارت اب، ستارت اب يعني عشان السرعات تكون ايه مظبوطه وبتزيد بقى، ما السرعات بتبقى صغيره قوي لازم تزيد، انا عندي فريكونسي كنترول، انا بتحكم في السرعات بزود السرعات، وبعدين بنعمل سينكرونايزيشن. بعد ما نعمل سينكرونايزيشن بنحمل، نبتدي بقى يبقى عندنا لود كنترول زي ما شرحنا قبل كده، ان بعد كده ايه الستات بوينت هي اللي بتزيد، لكن اللود بالنسبه لنا هو اللي ايه، لان احنا الفريكونسي بتاعتي ما اقدرش خلاص، طالما هي وصلت للايه سينكرونايز مع الجريد يبقى الفريكونسي هنا خلاص، يبقى بتحول الكنترول مان بعد ما كان هو فريكونسي او سبيد كنترول بنحوله الى لود كنترول، بنحوله الى لود كنترول، والكنترول هنا كل الكنترول هنا بيغير في ستات بوينت بتاعتي بحيث انها تكون على الجريد على نفس الايه على يعني تكون هي ماشيه بالجريد بالفريكونسي بتاعت الجريد، مش هي اللي بتعمل الجريد فريكونسي بنفسها، لما هي تتحكم بس في اللود. فالكنترول الاساسي هنا بيقسم اللود على الايه على الاجزاء اللي على التربينات سواء اثنين او ثلاثه او يعني وات ايفر هو عنده بالنسبه له. طبعا ده كلهم هنا ايه متصلين بالدوائر الايه المختلفه. طبعا احنا اتفقنا قبل كده وقلناها ان يعني هنا الفاريشن بتاع الجاستيرمن لود بيجي عن طريق الايه الفاريبل ايريجات فينز والتمبرتشر بتاعتي اللي داخله لل يعني تمبرتشر ايه تيربن ايه للتمبرتشر. وبعد كده بردك الحاجه اللي احنا قلناها تاني بردك ان التمبرتشر انيت كنترول هنا يعني قله التيربن ايه التمبرتشر ما بتتقاسش دايركتلي، ممكن بنقيسها عن طريق الاكزيت والايه والبريشر ريشيو بالنسبه لهم نقدر نطلعها او نحسبها. الستيم سايكل في هذا النظام اللي انا قلنا غالبيه الحاجه بتبقى شغاله كده without separate steam turbine control، شغاله على سلايدنج بريشر مود وفاتحه الستيم تيربن فالفز على الاخر لحد ما البريشر بتاعنا يكون ايه؟ يكون يوصل الى 50% بتاعنا. بعد كده طبعا لازم يكون ايه؟ هنبتدي نقفل عشان نحافظ على الايه؟ على البريشر بالنسبه يعني الاوبريشن اللي هو بالنسبه لنا هنا، يعني لو انا عندي الستيم تيربن فالفز يعمل ايه؟ لو انا عندي الجاس تيربنز هنا كاستر من لود هنا اقل من 50% بنتحكم بقى في الايه في البريشر عن طريق الايه الادميشن فالف بتاع التربين لو اقل من 50%، لكن لو كاستر من لود اعلى من 50% هنسيبه ده مفتوح ايه فولي اوبن زي ما احنا كنا، هيكون مفتوح ايه على طول، يبقى شغال سلايدنج ايه سلايدنج ايه بريشر بريشر. طبعا المود بتاع السلايدنج بريشر ده يعتبر يعني مناسب قوي للبارت لود افشنسي. وطبعا لو هو فول لود وكلهم مفتوحين ما فيش مشكله بالنسبه لنا يعني في البارت لود، بدل ما احنا والكلام ده شرحناه بالنسبه للستيم تيربن، ان احنا بدل ما يبقى في عندنا يعني ايه يعني البلوف بتبقى فيها كمان ثروتلنج، والثروتلنج ده بيبقى فيه ثروتلنج لوسز، ففي الحاله دي لو انت شغال فاتحه على الاخر والستيم اللي جاي من الهيت ريكفري داخل على طول لحد ما اللود بتاعنا بيقل من 50، يبقى هنا بالنسبه لنا الافشنسي احسن في هذا الجزء. طبعا يعني احنا قلنا ان احنا لو انا عندي تو جاست تيربنز يعني عندي موديول مثلا زي ما بنتكلم هنا في الرسمه دي على وان موديول يعني تو جاست تيربن وان ستيم تيربن، طبعا لو انا اللود بتاعي اقل من 50% يبقى المفروض ان احنا نقفل ايه جاست تيربن تماما بدل ما نشغلهم الاثنين على يعني 25% ولا حاجه كل واحد 50% تبقى افشنسي قليله، فهنا في الحاله دي بنقفل وان جاست تيربن تماما.
الستارت اب بتاع الكومباين سايكل، ان احنا هنا بنخلي الجاس تربن تو بي اكسلريتد الاول، يعني من غير ما يعني من على السرعه، يعني لان هنا بيبقى فيه بقى كان ايه، كان في سبيد كنترول، بنعلي السرعات باكسليشن معين ومش محمله طبعا، وبنعملها سينكرونايزيشن مع الجريد، وبعد ما تبقى سينكرونايز بنحملها لحد ما يبتدي بقى الهيت ريكفري ستيم جنريتور او ما نسميه البويلر، يعني يبتدي ايه يدينا بخار. هذا البخار ممكن ما بيخشش على الستيم تربن، لان احنا بالنسبه لنا بيعمل له باي باس وبيروح للستيم تربن لحد ما درجه الحراره معينه تكون ايه مناسبه، والكواليتي نفسها بتاعه الستيم تكون مناسبه، نبتدي نعمل الباي باس فالف اللي احنا عاملينه. ما طبعا هيبقى يعني باي باس للكوندنسر على طول، بدل الستيم ما يخش التربينه يروح للكوندنسر ويلف ويخش تاني الهيت ريكفري ستيم جنريتور لحد ما يوصل ان هو يبقى الكونديشنز بتاعته والكواليتي بتاعته مناسبه عشان يخش للتربينه ويقدر ان هو يدور التربينه. بالنسبه الى الستارت بروسيدير او تايم، بالنسبه لنا بيعتمد اعتماد كبير قوي زي اي كومبوننتس عاديه على الكونديشنز بتاعته، هل هي بارده او دافيه او ساخنه، وده بيعتمد على الزمن، يعني لو هي فترة كافية واقفة ما بتشتغلش هتبرد، لو أكثر من 17 ساعة ونص هتبقى بتعتبر يعني إيه cool conditions، ولو كان بالنسبة لنا ما بين 7 و 17 ساعة ده بيعتبروها warm يعني start up أو warm conditions، ولو كان طبعا أقل من 7 ساعات بتبقى كأنها hot start. الفرق بينهم إيه؟ في الزمن، في الزمن يعني بتاع start up إيه conditions. طبعا الستارت اب بالنسبه لنا هنا في كريتيكال كومبوننتس تهمنا قوي، اللي هي الهيت ريكفري ستيم جنريتور وتحديدا الستيم درام، لان لو كان ارتفاعات سريعه في درجات الحراره والبريشر ده ممكن يعمل لنا ثيرمال ستريسز وميكانيكال ستريسز على الايه على الدرام على الستيم درام، وبالتالي يقدر يعمل دامج للايه الكومبوننت. وطبعا اي ستريسز في الكومبوننتس من الكومبوننتس يعني بتقلل من العمر الافتراضي بتاع المعده، يعني احنا عشان نطول في العمر الافتراضي يبقى لازم يكون الاوبريشن والستارت اب بالنسبه لنا يعني نعمله بحيث ان الارتفاعات في درجه الحراره وكذلك الارتفاعات في البريشر تكون جرادولي، ما هياش مره واحده والا يبقى الدامج ايه حتمي يعني. والستيم درام يعتبر من الحاجات الاكسبنسيف يعني بالنسبه للايه للباور بلانتس، ولمصلحتنا ان احنا نسيبه ايه اطول فتره ممكنه بالنسبه. كذلك في بعض وحدات ثانيه يهمنا بردك او اجزاء ثانيه كريتيكال زي الهيدر بتاع الهاي بريشر سوبر هيتر، طبعا ده بيكون معرض لدرجه حراره، سوبر هيتر ان جنرال بيكون يعني درجه حراره في عاليه وبيكون الجاز حواليه وش بيتبرد قوي، لكن يعني الهيدر ده كمان ممكن ان هو يكون يعني نقط ضعف ومهمه قوي ان احنا نخلي الستريسز فيه ما تزيدش مره واحده وما يبقاش فيه ثيرم ستريسز، يبقى فيه عشان ما يحصلش كتير وحاجات. لما نيجي نلخص الحاجه دي هنا بالنسبه لنا نجد اننا عندنا يعني اربع مراحل. المرحله الاولانيه هي مرحله البريبريشن سواء للجاس تربن او الهيت ريكفري ستيم جنريشن، ودي طبعا لا تختلف عما قلناه قبل كده، ستيم تربن في الحاله دي واقفه ما فيش حاجه. البريبريشن طبعا الاجهزه والسيستمز بقى اللي احنا اتكلمنا على هذا ايه قبل كده، يعني كل الايه كل الكنترول سيستم كل البلوف المياه موجوده ولا لا في كل يعني ما هنبتدي ازاي غير لما يبقى كل الحاجات دي موجوده، اجهزه الانذار اجهزه الامان الدوائر الهيدروليكيه كله 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 لازم يكون موجود، يعني البيرنجز السيرنجز كله كله ده البريبريشن. بس احنا هنا يهمنا ما احناش هنتكلم عليه مع الكلام ده انديفيديوز خلاص خلصناه، احنا بنتكلم دلوقتي على البروسيدجر بتاعه الايه ستارت اب. فده الجزء الاولاني فيه بريبريشن للهيت ريكفري ستيم جنريتور والجاستر،
وبعدين هنبدأ بقى في الجستر بنعمل له اكسلريشن وسينكرونايزيشن بالتمبرتشر ماتشنج. هنشوف يعني ايه يعني ايه تمبرتشر ماتشنج. الهيت ريكفري ستيم جنريشن برضك هنبتدي بقى نسخنه ونشوف بقى نتاكد من الايه من التمبرتشر كونديشنز بتاعته ونعمله بريشرايزيشن. ده دي مرحلة تسخين يعني. دي مرحلة تسخين وبداية سواء بالحرارة أو بالبريشر بالنسبة. برضك الستيم تيربن ما فيش. يعني زي ما قلنا هنا بالنسبة لنا إن حتى اللي طالع منه هنا بيعمل له باي باس. بنعمل له باي باس. لو أنا عندي بقى ستيم كونديشنز بقت مظبوطة هنا في المرحلة دي هنشوف برضك هنا الجاس تيربن ماتشنج والهيت ريكفري ستيم جنريتور بيكون اصبح ريدي. اصبح هنا ايه ريدي بالنسبه. الماتشنج بيجي منين بقى؟ يعني ايه ماتشنج يا جماعه؟ ما احنا دلوقتي اللي بالك احنا هنا الجاسز دي مش هتخش هنا. فالجاسز عشان تخش هنا بالنسبه لنا لازم بندي فرصه لما يبقاش درجه حراره عاليه قوي تخش هنا وده لسه بارد. فهنا بالنسبه لنا لا احنا بناخد فترات في الجاس تيربن ممكن انها تكون كميه الاكزوست واللود بتاعنا ثابت ما بيزيدش على اساس ان الهيت ريكفري ستيم جنريتور يبتدي يحصل له وورمنج وبريشرايزيشن والتمبرتشر بتاعته تبقى ايه ها كونديشنز تزيد بطريقه يعني مش مبالغ فيها بالنسبه لي. فدي اللي احنا بنقصد بقى اللي هي التمبرتشر ماتشنج بالنسبه للجاس تيربن اللي هو الناتج بتاعها ما يضرنيش في ما يضرش الهيت ريكفري سي بي. طبعا لما بيبتدي يسخن ده يبقى ممكن هنا درجه الحراره تخش له تبقى اعلى يعني تكون هنا درجه الحراره هنا ايه تكون عاليه بقى وتخش الهيت ريكفري. الهيت ريكفري سخن تبدا درجه حرارته تعلى فدايما هيبقى في ديفرنس. طبعا التمبرتشرز هنا اعلى يعني اكيد يعني عشان تولد بخار يعني لكن مش عايزين نخش هنا فرق كبير قوي. فدي التمبرتشر ايه ماتشنج اللي بنتكلم عنه. في المرحله دي بيحصل هنا اكسلريشن للستيم تيربن والسينكرونايزيشن. وبعد هنا بالنسبه لنا بقى ايه خلاص دي سينكرونايز وهنبتدي هنا بقى الايه خلاص بقى الهيت ريكفري والستيم تيربن كلهم ايه كونكتد يبقى هيبقى عندنا هنا يعني ايه لودنج بنحمل الجاس تيربن و حمل كمان الايه الستيم تيربن بالنسبه لنا والهيت ريكفري تبقى على الايه على الستيم تيربن. كل اللي طالع رايح للايه للتربينه المقدمه لحد ما نوصل الى الايه الى الفول لود لحد ما نوصل الى الفول لود. لو بصينا هنا بقى للكلام ده هنلاقي شوف هنا حضرتك ادي الايه الاكسلريشن للجاس تيربن اللي هي طبعا هنا ايه السرعات بالنسبه لنا دي هنا بيحصل زياده طبعا في درجات الحراره خالص مره واحده. وبعدين بنجد هنا الاكزوست تمبرتشر لا بنوقفها بقى بنوقف هنا الايه هنا لو ال وده ال وهنا كمان اللود ايه ثابت بالنسبه لنا كل ده مثبت يعني هنا بعد ما ابتدينا الجاس تيربن ادينا بادئين الجاس تيربن اهي لا اللود هنا بالنسبه للجاس تيربن وقف شويه وقف. الوقفه دي ليه؟ الوقفه دي هنا ليه؟ بص هنا كميه الفلو ثابته كميه دي ثابته بنثبت الايه الكونديشنز بتاعتي. وبعدين هنا هنزود بقى الجاس تيربن هنحمل بقى الجاس تيربن هنحملها طبعا الايه الاكزوست كامبرتشر بتاعتي هتزيد لكن الكمية بتاعتنا اللود بقى ثابت كل ده ثابت ليه؟ عشان احنا بنعمل ايه في المرحلة دي؟ البخار بنعمل له ماتشنج عشان الايه؟ الهيت ريكفري ستيم جنريتور الهيت ريكفري ستيم جنريتور تمبرتشر ايه ماتشنج. فاللود بتاعنا والاكزوست فلود بتاعنا بيبقى ثابت وهنا في المرحلة حتى التمبرتشر بتاعته ثابتة كل ده ليه؟ عشان يبقى الجزء اللي داخل بتاع الهيت ريكفري ابتدى يسخن جرادولي ما تدخلوش مره واحده
وطبعا ما ينتج عنه بيكون رايح للكوندنسر بالباي باس زي ما احنا لسه. بعد كده هو بقى بنبتدي للايه للستيم تمبرتشر ستيم تيربن، طبعا بنعمل لها اكسلريشن وبتوصل بقى سينكرونايزد سبيد بالنسبه لنا، وصلت للسينكرونايزد سبيد بالنسبه لنا يعني في فتره صغيره. وبعد كده بقى هنبتدي ايه هنبتدي نحملها، هنبتدي نحمل الايه الستيم تيربن لما يكون زي ما احنا شفنا الكونديشنز كلها في ماتشنج لدرجات الحراره، وبالتالي ما عنديش مشكله في الايه في تحميل الستيم تيربن، لان طبعا الستيم تيربن هنا هتاخد تبتدي يعني البخار اللي بيخشها في الاول هنا بيكون كميه صغيره بالنسبه لكميه البخار اللي هيخشها بعد كده ايه عشان تحميل التربينه، وبالتالي طبعا لازم بقى الجاز تيربن كمان ايه ها تبتدي غير اخرى ايه تزود اللود عشان الاكزوست ها فلو بتاعنا يزيد، ادي الاكزوست فلو ابتدى يزيد، ادي الاكزوست فلو ابتدى ايه يزيد. طبعا ملاحظين ان هنا يعني حتى انه بارت لود وجاور درجه حراره معينه، لان طبعا احنا عندنا ايه زي ما قلنا الانلت جايد رينز حتى مع تغيير هنا اللود بالنسبه لنا لود صغير بارت لود لكن كيبنج الايه درجه الحراره اللي احنا عايزينها عشان الجنريشن يكون كويس. طيب شكرا جزيلا.